كل عام وانتم بخير. من عاداتنا الفسيخ اول يوم من ايام العيد، لكن خذوا بالكم لازم نشتري الفسيخ من شخص احنا بنعرفه، ما نشتري من مكان مجهول. ناخذ الفسيخه نتفقدها كويس، نتفقد عينيها، نحط لما نحط اصبعنا عليها ما تضلها غارزه لجوا، قلبها من جوا ما يكون عليه بياض، ممكن يكون هذه بكتيريا وفطريات وسموم ممكن تؤثر علينا سلبا. ويا ريت ما نكثر من الفسيخ لانه راح يرفع الضغط ويزيد نسبه العطش. ناخذ قطعه صغيره، ويا ريت كمان الطشطاشه اللي نعملها بزيت مش من زيت الفسيخ.